السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ كبقيتو مزيان؟ امور هانيه، كلشي بخير، كلشي هو هذا، كلشي 5 سكون. نتوما خوتي كي جاتني البيسه نوريها لكم من المرايا. ها نتوما خوتي، اخوتي اليوم خارجه انا واحساس، خارجين اخوتي، حنا كنخرجوا حتى ل 9 دليلعات كنخرجوا. ايوا اخوتي خارجه انا وياه نضرب اخوتي دويره. ايوا قلت نخرج نسهر انا وياه شي شويه ونضحكوا ونفرجوا. راكم عارفين ملي جينا طنجه والله هكا الناس اخوتي كيعرضوا علينا. ايوا عاوتاني اخوتي عرضوا علينا، مشيو اخوتي نفوجو، راكم عارفين فما مشينا كنمشيو اخوتي بالاف العرايده ياك احساس. كلشي كيعرض علينا، ها اللي كيعرض علينا لابونط ها البيرام. والحاجه اللي شوف الحاجه اللي كتعجبهم فينا هو اننا وراجلي كنمشيو لاي واحد عرض علينا كنمشيو كنفرحو كنشطو كنضحكو، ما كنشربو ما كنكميو الحمد لله ما كنديرو حتى شي حاجه، حنا كنمشيو غير نشطو نفوجو ونضحكو. وغنلبس اخوتي اليوم لبست اخوتي جواكيط لحقاش راه كاين البرد. قلت لكم اخوتي طنجه غدار قسما بالله ما فيهاش الثقه من جهه الاجواء. ودخلت نوريكم اللبسه هانتوما، شوفوا نوريكم في الماريو هانتوما، وشوفوا السباد لبست هذا اخوتي اللي كتبري، ولبست الشورت ديالي هو عباره على جيبا شورت الكوير، وهذا الملفق تي الشورطه ملفق سيوا ولا، ودرت لها التسميطه هذه والجواكيط. يلا اخوتي خليكم معنا تنخرجوا مش بعدا ناكل اخوتي الكريب حيت ماشي هي، وعاد داك الساعه اخوتي نشوفوا فين غادي نمشيو يطلبوا زهرهم اليوم. ايوا اخوتي اش غادي نقول لكم، يلا دخلنا من الباب. قالت لي اختي لا كنت تجيه الكريب الماكينه راه ما خدامش. قلت لها ويلي وانا اختي مشات. قالت لي عينا فاش طلعت سولات، قالت لها يلا خدمت دابا الماكينه. سبحان الله، يلا جيت انايا ويلا خدمت اليوم الماكينه. عندي الزعل اخوتي والله حتى راني مزهره وبحال ديما طلبت باناشي وحساس لابوكا وانا كريب ما بجوجنا كريب. يلا خليكم معنا تجي لا كوموند. هانتوما اخوتي شوف ها ما كاينش فلاش ولا بوحديتو. ها باناشي شو سبو كل مره في الواد ديالك احساس، كل مره تيجيبوا لينا اخوتي عصير في شكل اللي كي سبحان الله يدك كتبان بحال كنز العصير. هانتوما يا اخوتي شوفوا كيفاش داروا لي اليوم الديزاين الكريب. كل مره تيديروا لي ديكوراسيون في شكل، دابا داروا لي فرشيطة هذيك التوت راه ما عرفتش ما كتعرف مين زال الفواز. شوفوا داك الشيء حاجه يا سلام، ها يوريكم احسن. ها انتم يا خوتي احسن هو عاد جابوا لي ديالو. يا ربي سالي ديالي دعيا باش ندوز لديالك يا احسن. قطع شوف لي غيبدا ما كاش جواز شويه. دور التبصير هكا. ها برافو يلا قطع. هذه ما عديت معاها اراها هاك تعلمت هزه صح. حط زيد قطع، حط الفرشه هكا برافو بصحة وراحة. ها شوف هاكي كيفاش دايره، هذا هو الكريب. شوفوا تبارك الله شوف ما يمكنش دابا كناكلو كنقول صافي ما يمكنش ناكلو كنتقال كنمشي غدا كنقول احسن لا غدا اخوتي نجي عندهم شي حاجه غاليه ولا. يلا اخوتي بصحتكم وراحتكم. عاد تسولوا على احسن مازال على الاولى حتى انا بغيتو سخون وما عاد كيصايب ولا خدي الاحسن. يلا خليكم معنا. هاي واش غنقول لكم اخوتي نار يا اخوتي ما شاء الله عندهم كريب وداك الشيء ما شاء الله عامر من الداخل ومن برا. وشوفوا غير الديزاين داك الشيء حطيتي بعدا فلوسك كتحطها وانت فرحان. وها هو عاوتاني جات قول لي ثاني ماشي مشكل هادو غير ما عرفتيش كريس قاد دير صافي نمشي اسمح صافي كملت كبين صافي وزك بين ها تمسح اخوتي قال ها هو هادو صافي هادو تاع بارك. ايه واش نقول لكم اخوتي احنا شنا هادشي غادي خطوطه ولا هو خطوطه مسح الكاميرا والله الا مسح عاين. انا عاوتاني مسحت الكاميرا قلت لكم اخوتي كتحطوا فلوسكم وانتم فرحانين
وعجبكم الحال عادشي انا شوفه تبارك الله كنزيد نتفق معه كليت اخوه جوج مع الحصه عاد خرج بس زعما نكمل ورغم ذلك يا اخوتي ما قدرتش نكمل بقى واحد شويه قسمته انا وسلاح وكليت عصر الباشر وانا اللي كليت دابا ديالي بوحدي وانتي دابا ما يرجع لك ودابا جاني المعده ديالها زاد يقول كيف خبارك دابا جاني الجوع اويلي واش اخوتي ناكل شي حاجه ما نعرف لا بانت لي شي بلايصه ناكل فيها صافي يلا اخوتي خليكم معنا حتى نكمل معاكم شوف شي بلاصه وانا معاكم فين قلت لكم على حسب تنشوفوا فين غادي نمشيو يلا اخوتي خليكم معنا